جسد الاحتفال الذي أقامته السفارة الإماراتية في الكويت أول من أمس بمناسبة العيد الوطني 50 لدولة الإمارات مدى العلاقات الوطيدة الرسمية والشعبية بين البلدين والحب المتبادل بين الشعبين الشقيقين ومكانة الإمارات كويتيا وخليجيا وعربيا ودوليا، حيث شهد الحفل حضورا متنوعا من شيوخ ووزراء وكبار مسؤولين ودبلوماسيين عرب وأجانب وآلاف من المدعوين، إذ شارك الجميع الإمارات فرحتها بعيدها الوطني 50. وازدانت المنصة بوجود رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبد الله ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير داري العجران، الذين شاركوا سفير الإمارات دكتور مطر النيادي وأركان السفارة في قطع قالب حلوى الاحتفال. وفيما يعتبر هذا الاحتفال الإماراتي هو الأول من نوعه بعد أن توقفت الاحتفالات الدبلوماسية لعامين بسبب تداعيات كورونا، أعرب السفير النيادي عن سعادته لإقامة هذا الحفل، وهو الأول له منذ تسلمه مهام عمله في الكويت منذ 10 شهور تقريبا، وصفا الحفل بأنه احتفال داخل الإمارات وذلك للفرحة التي شاهدها في عيون الجميع ومشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الكويتيين والمواطنين والمقيمين، مما يدل على حب الكويتيين لدولة الإمارات والوئام الشامل بين البلدين الشقيقين، متمنيا المزيد من التكامل والتنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين الرشيدتين. وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر قيادة الإمارات العربية المتحدة وشعبها باسم الكويت، لافتا إلى أن الإمارات والكويت دائما في قارب واحد والاحتفالات والمناسبات مشتركة فيما بين البلدين. وقال أن دولة الإمارات اليوم وصلت للقضاء والقمة، والكويت معها يدا بيد إلى مزيد من التطور والتقدم نحو الأعلى. وفي رده على سؤال حول موعد وصول أول دفعة من طائرات اليوروفاتر، أكد الجابر أنها ستصل في موعدها. وأعرب الوزير الشيخ دكتور أحمد الناصر عن سعادته لمشاركته في هذه المناسبة الهامة التي تجسد التقدم الذي أحرزته الإمارات في جميع المناحي المتعلقة بالتطور المدني والتنموي الثقافي والاجتماعي والتربوي، وقال إننا نهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بهذا اليوم الوطني الذي هو بمثابة العيد ليس فقط للإمارات والكويت ولكن كذلك للخليج العربي ودولنا العربية والإسلامية، ونتمنى المزيد من التقدم والأمن والأمان والرفاه والازدهار للإمارات وكذلك بالنسبة للعلاقات بين بلدينا الشقيقين في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأخيها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأدام الله هذه العلاقة إلى أبد الآبدين. وردا على سؤال بخصوص موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، أوضح أن الاجتماع سيكون في القريب العاجل.